الملائكة يرتدون اللون الأصفر، هكذا سميت هؤلاء الأطفال الموجودين ضمن أكاديمية المحاربين. بس هؤلاء المحاربين من نوع خاص، يقود هذه الأكاديمية بنية شابة اسمها تالة، نصبت نفسها أم لكل هؤلاء الأطفال من متلازمة داون إلى الأطفال المصابين بالسرطان إلى الصم والبكم. هذا الخليط يكون مجتمع جميل جدا استقبلنا بهذه الرقصة. تالة، طبعا هذه تالة اللي حكينا عليها بالستاند، وقلنا تالة هي قائدة فريق المحاربين. مرحبا تالة. اهلا وسهلا. شلون صحه؟ الله يخليك. شلون زينه؟ الله يسلمك. اسمك الكريم؟ مرتضى. مرتضى، شو شغلتك هنا مرتضى؟ مسؤول اطفال بالاكاديميه. مسؤول اطفال. هذه الاكاديميه وهذه البنايه ما شاء الله، انا البنايه عرفت بانه هي مكان بديل للبنك المركزي، وهم مشكورين انطوكم تطوعا من عندهم لمده 3 سنوات هذه البنايه على ما تشتغلونها فيما يخص مشروعكم. مشروعكم باختصار تالع على مود نعرف المشروع. المشروع هي أكاديمية لذوي احتياجات خاصة، متلازمة داون، الصم والبكم، أصحاب الإعاقات الجسدية والعقلية. هي تعتبر أول أكاديمية مجانية انفتحت بالعراق. مجانية بلاش؟ أكيد. فهي مفتوحة لكل الأطفال. ونظامها نظام أجنبي، كونه يعني أخذنا نظرية إن شلون تعالج الأطفال عن طريق المواهب وعن طريق الحرف. أنا أعتبرها شيء ناجح، كونها استقطبت كثير من الأطفال، كونها وفرت فرص للأطفال، خصوصاً إنه إحنا ما نقول ما حد مركز عليه، بس نقول هم يحظون فرص أقل من الأشخاص العاديين. أوكي، أنتم هنا مجازين من قبل وزارة التربية فيما يخص المنهاج اللي يقدم لهؤلاء الأطفال، لو عندكم سيستم خاص بكم يعني؟ لا أكيد سيستم خاص، لأنه هم أطفال يعني احتياجاتهم تختلف عن الإنسان الطبيعي، أو استيعابهم يختلف عن استيعاب الأشخاص العاديين كمتلازمة داون. فأنا حالياً ما أركز على المنهاج، يعني أركز إنه الطفل ممكن يخرج للشارع كشخص عادي أكثر ما أركز إنه يقرأ ويكتب. أوكي، خلينا ندخل جوا ونشوف شو اسمه. مرحبا مصطفى علي أمين، أنت هنا متدرب أو مدرب للأطفال؟ نعم. وأنت متطوع أنا حسب ما افتهمت إنه بالبداية. كلهم الاستاف اللي يجي هنا. بعتبر إنه هو متخرج ما عاد يعمل، فيجي هنا يتطوع إنه مساعدة الأطفال، ويحاول إنه يغير من اسلوب حياتهم، يحاول انه يعطيهم فد شيء. بالمناسبه منهج التطوع هو منهج عالمي منتشر بالعالم كله، وبفوائد كبيره، منها الانسانيه اللي يكون عند شخص متطوع، وثانيا هي رساله انسانيه نبيله انه يجب انه نقدم ما لدينا من اشياء وطاقات ومواهب مجانا، حتى بالتالي من ننطيه للاخرين اللي يستاهلونها، وبالتالي راح اعتقد يقيم المتطوع بشكل جيد. شو تقول مصطفى؟ في المجتمعات انا بامريكا شفتها انه المتطوع له فد منزله بالمجتمع، بالتالي هو كل إنسان عنده طاقة يعني. صح. فهي الطاقة بدل ما تصرفها بغير مكان تقدر. صح. تطوع في مكان توجهها لتوجيه معين. بالمناسبة أنا أسف المقاطعة، قبل من جيت هنا بالبداية ودخلنا لقينا أكثر من واحد لبدوا الباقيين، وأنتم رحتوا بالصورة، وين اللابدين؟ تعالوا يمي. هديل مرحبا.
ويانا الكاميرا. مرحبا، شلون صحة؟ اسمك كريم؟ روان. روان، بالمناسبة الإعلامية هدية. مرحبا. وهي أول وحدة البنت من اللقاءات. مرحبا هدية، شلونك؟ مرحبا. أنت من ضمن الستاف المتطوع هنا؟ نعم. أنت تأرخين، توثقين، تأرشفين جميع النشاطات اللي تكون موجودة في هذه المدرسة؟ نعم، على صفحات الأكاديمية على الفيسبوك والإنستغرام. تفرحين من تجين بهذا المكان؟ اي طبعا اكيد. تقضين اوقات سعيده ويا الاطفال ويا من؟ اكيد ويا الاستاف ويا الزملاء. اوكي، تركتوا بعدكم؟ بلا تركينا بالبيت. بلا تركينا بالبيت. انت شو شغلك هنا؟ انا بس على يمي. اي اعلمهم رسم. عافيه، انت رسامه ورده تسمين على وجوهها منا؟ اي بس بعدنا ما رسمين على وجوه ورده. ورده، المهم احنا انتم بسمع الثالثه على يمي هنا الله يخليك، سمعنا انه انتم الموجودين بالقاعه هم الطلاب حاليا. اي نعم. وانت ما دخلت لهم اليوم؟ بعدني ما دخلت. اي فراح نسوي مفاجاه احنا. اكيد نرافقش في هذه المفاجاه. تفضل ورده. يلا تجون تعالين تعالين. طبعا بالمناسبه هذا الطابق باكثر من قاعه خاصه بمن بمختلف الاطفال الموجودين اللي هم عددهم 46 طيب. 46. هذه القاعه ما دخلت لها تالا من الصبح، ومن تدخلها دائما يصير اكو احتفاء. يصير هوسه. احنا راح نسوي مفاجاه. اول ما دخل مصورنا ويا تالا. يلا يلا مصطفى تفضلي. هلا حبيب. هلا 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 ورده. اخي هذا متمه عسى راح نسوي لقاء وياك وتحكي وصار انت من صعب شو تقول. طبعا هذا اللقاء الحميم ما شاء الله من تالا مع الاطفال. شلونكم شباب؟ زينين زينين. اعلى ما جاي اسمع. زينين ورده. تعي انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ انا اسمي نورة. نورة. نور على نور على نور. تحبين تالا انتي؟ انا حبيت انا حبيت تالا. وبعد تحبين من تعيمي تعيمي تحبين من بعد؟ عندي انا يعني اشتغل. اي اشتغل مكتبي تركي. اي وبعدين يعطيني جائزه اولى، يعطيني كاميرا اولى. عافيه، انت من الصرين اولى يعطونك كاميرا. وانت شو اسمك؟ احمد كريم. احمد ورده. حمود شلونك؟ سهل ورده. وانت؟ سهل. عبد الكريم. سهله؟ سهل. وانت؟ حمودي. امنه. امنه. فاطمه. ورده فاطمه، خاصه فوق الفاطمه. يلا ورده. شبيه شبيه اليوم؟ شبيه شبيه؟ لا هذا كله حب اللي تاله ما شاء الله. ما شاء الله. شو اسمه؟ حمودي. 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 بعد هذا اللي خلصوا لقاء بالتلفزيون حمودي؟ بعد التلفزيون بعد التلفزيون؟ لا ورده ورده. انت شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ رهف. فاطمه. فاطمه. وانت؟ سحر. سحر مو سحر؟ فاطمه. وانت؟ وبعد لا والورد. وانت؟ حيدر. خلص فوق الحيدر، خلص فوق الحيدر. ورده ورده. طبعا شباب مرحبا. ورا الكواليس ما شاء الله اكو مدرسات ومعلمات متطوعات بالعمل. هذه الحلوه من الحلوه هذه. وراها 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 وراها. وينها 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 وينها. ورده ورده. بالمناسبه تالا انتم هنا بقعه جميله جدا، هاي اول مره بالبصره انا اشوف ما شاء الله هيك تواجد. يعني انا سامع انه اكو مدارس خاصه لبعض الاشخاص في حالات خاصه، لكن مثل هذا الحضور وهي النظافه والترتيب وهاي الوجوه اللي تخبر. بربر. موسى بربر. بربر. بربوره شلونك؟ ما شاء الله ما شاء الله. بربوره حلوه. في عينيك الحياة وقلبك الشعل يا طفلة.
مرحبا استاذ الكريم، شلون الصحه الاحوال؟ اوكي ابو ميثم مرحبا، شلون الصحه؟ ورده تعال يمي الله يخليك، خلينا نحكي في موضوع هنا. طبعا تعال عندكم صف للسم والبكم وعندكم هؤلاء وبعد اكثر اكو موجودين، تعامل وياهم انت ذو خبره طويله سمعت، وكنا سابقا انت في دائره الرعايه الاجتماعيه ومتعامل ويا هذه الطبقه، هنا شلون الاكاديميه شو تشوفها؟ والله الاكاديميه ان شاء الله يعني بالنسبه لاولادنا حقيقة يعني عندهم فد إقبال جيد للأكاديمية وفد تقبل للمناهج اللي ندرسها خلال السنة الدراسية أو خلال الكورس الأول الكورس الثاني، شفنا في التحصيل حاصل لهذه الشريحة ومدى فائدتهم الكبيرة من التعليم في هذه الأكاديمية، ونتمنى أن تتوسع الأكاديمية وبارك الله بالجميع. ورد أبو ميثم تعالى قال أنت أبي الجميع، الله فضلك إن شاء الله، أنت أبوهم وهم كشباب يستمدون طاقة بنيا من خبراتكم، تعالى عندهم مواهب حلوة أكيد. هو يعني أنا جانب اللي أركز عليه بعد التعليم والأكثر من التعليم اللي هو الموهبة الموهبه، وانه انا شلون الاقي لهم فتح حرفه اهلهم انه يندمجون بالمجتمع، يعني تعرف انه المتلازم عفوا الصم والبكم ما بعد السادس ابتدائي ما لهم مدارس بالعراق، فهو المشكله انه انت يا اما تصير كهربائي يا اما تصير سباك يا اما تصير حداد، فماكو حل لهالمشكله. فانا اليوم لا احاول انطيهم فد موهبه منه مثلا برمجه، تصاميم، فوتوشوب، تصاميم هندسيه، رسم، نحت، اعمال يدويه، كل الاشياء اللي ممكن نطلع على المجتمع طلعها كفرد انه يمكن احسن من الباقي مو مثل الباقي. اوكي هم بالاشاره اسالوا اي بالاشاره تعلمتوها انتم عندهم لو ما تعلموهم عندكم الاشاره؟ صراحه تعاوننا عليها، يعني اكو كثير من الكلمات انا ما كنت اعرفها لانه الانترنت او بعض الدورات ما تعلم كل شيء مثل الممارسه. أوكي. فمثلا هم علموني الدول، هم علموني مثلا صغير وكبير. اوكي انا صراحه احكيكم بالاشاره، اوكي راح اقول لهم انا احبكم. اوكي يلا حاول. هذا قلبي. اوكي تصفيق تصفيق. طبعا الله يعينكم ان شاء الله ويساعدكم، تعالى حلو هذا النشاط اللي سوينا انت ولمستك الانسانيه موجوده على الكل، وهذا شيء محمود عند الله له جزاء كبير ان شاء الله. محمد طبعا معتز بمن بالدف ومعتز بالتراث البصراوي، فاليوم يحاول محمد راح يسمعنا شباب راح يسمعنا مقطوعه محمد بالدف، ونريد واحد ويا محمد يساعدنا بما نرقص سوا ويا محمد، من يعزف محمد يدك شو يسوي نرقص. اوكي انت بكيفك على مزاجك انا ما احكي لك. اوكي يلا يلا واحد اثنين ثلاثه يلا حمودي اعزف. اي لا اله الا الله واول من بدي وش نقول، لا اله الا الله أول ما نبدي وش نقول، ولا إله إلا الله أول ما نبدي وش نقول، لا إله والله عمي عسى مضبوط، لا إله إلا الله. وردة شكرا أبو جاسم شكرا. طبعا احنا طلبنا من حيدر أن يرسمني فهذا آني، هذه اللوحة أعزائي المشاهدين هذا رسمني حيدر، طبعا لوحة تخبل أنا عندي واختار اللون الاسود لانه التيشيرت اسود، فحيدر استوى رسم اللون الاسود. كمل حيدر وحاط لي اربع ايدين وشم حلق اربع حلوق. ورده شكرا لك. احنا موجودين بالمرسم اللي في جمعيه المحاربين او في قصدي اكاديميه المحاربين، جمعيه المحاربين ذكرني بالمحاربين القدامى. احنا نريد نوجه رساله اليوم خلال زيارتنا اعزائي المشاهدين، وايضا هي رساله للجميع ابناء مجتمعنا، هناك شريحه للاسف من ابناء المجتمع العراقي يظلمون هذه الشريحه خاصه جماعه متلازمه الداون اللي للاسف حولهم الى مسخره والى مضحكه والى بعض مقاطع الفيديو المنتشره بمواقع التواصل الاجتماعي ينقصون من قيمتهم، هذا الموضوع عيب، ونحب ايضا ان يكون هناك قانون يتدخل في الحد من هذه الظواهر. ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم عقليه معينه وعندهم ايضا يعني نمط معين بالحياه، عيب نستغلهم، عيب
نطلعهم بهذه الصوره، وانت اللي تسوي هذه المقاطع، وانت اللي تسوين هذه المقاطع، عيب عليك، هذا ما يصير، هذا خرق لمبدا الانسانيه. شكرا تالي. الله يخليك، شكرا لوجودكم اليوم صراحه. اسعدتيني والله انا اليوم، فرحت وياك. الله يسلمك. يعني صوري انا بين ملائكه. بالضبط هذا الوصف الصحيح يمكن. ملائكه صفر وليس بيض. الزين. لا مو كلهم بيض، بس الزين اصفر. ورد، شكرا لك ايضا. شكرا استاذ، شكرا لقناه الشرقيه طبعا لزيارتنا. ليش تبعي الزملائي تضحكين؟ طبعا تستحقوا وجبناها بالمناسبة. يعني احنا نقول شكرا للجميع، وانا سعيد اليوم بكم شباب. باي باي، راح اروح انا حيدوري، راح اروح. باي. شكرا. باي. باي. وانتي؟ مع السلامة. سارة تعال يمي. سارة طبعا هي مقدمة برامج مستقبلية ان شاء الله ومراسلة. تعالي سارة يمي تختم هي. تعالي. اخفض مشكلة. يقول انت قعدت بمكاني. هسه هسه طيني بوسة. طيني بوسة. قول لها هسه هسه قول شكرا. شكرا ورده. هو مدير عام. مدير عام شخصيته. مدير عام. يلا ساره تعي. ساره شو تقولي؟ تختمين بالله بعيد الكاميرا ولا احكي شوي الكاميرا؟ شكرا وشرقيه. عفوا قول شكرا للشرقيه. اعطيني بوسه ورده في معلم.